صدنا ردود فعل المترشحين للبكالوريا إزاء القرار القاضي بالإعادة الجزئية لبعض المواد التي تم تسريب مواضيع الأسئلة. إسماعيل محبوب وطارق دريدي رصدا تالي. احنا لغات اجنبيه وحين يعودونا قال لك غير تاريخ وجغرافيا يا اخو. احنا معليش ساعدنا ماده واحده بصا يا اخو، مساكنه دوك لي سيونتيفيك 7 مواد بزاف عليهم يا اخو. في رمضان شو احنا كنا فاطرين وما قدرناش، ايماجيني 12 6 صباح وزيد طرح احنا معالي بعثونا حنايا كنا نجوزو في ميرامون نجوزو في كليمات فرنسيه ايماجيني وزيد نجوزو صايمين يا اخو، حنا فاطرين ما قدرناش نكونسونطري، حبيت صايم تقدر تكونسونطري ما كاش كيفاش يا اخو. هو امر مجحد في حقنا، امر غير لائق علينا اصلا، لانه باش تعاود لابريسيون تاع سمانه كومبلي من التحضيرات وزيد عندك لابريسيون تاع الاهل اللي لعبوا الدور وزيد عليك في رمضان، هذا امر مجحد في حق التلاميذ، ما نظنش يخدم مصلحة تاعهم كما يقولوا بعض النقابات اللي راهم يهضروا علينا ويقول لك امر يفيد التلاميذ ويخدم مصلحتهم، راهم يخموا على مصلحتهم الشخصيه. يا اخو ما نكذبش عليك، انا صح طاحوا في دي سوجيات هذوما، يا اخو ماشي حنايا، ماشي حنا، انت دخلت الفيسبوك لقيت سوجيات قلت انا نحلهم هما، انا يا اخو كنت حافظ بيرسونيلمون كنت حافظ. اخويا ماشي قال سوجي واحد خرجت الماده، خرج سوزا ما نقولوا سوجي واحد في هذه الماده، تسمى هو اللي طاح، خرجوا لنا بزاف، خرجوا لنا 4 5 انت وزهرك، تسمى انت والسوجي اللي طحت عليه، ماشي قال سوجي هذا اللي خرج هذا هو اللي طاح، خرجوا لنا بزاف يا اخو، كان يقول لك زعما هو خرج سوجي هذا وهذا، يخرجوا 5 6 ماده واحده وانت وزهرك.